دور المطلوب منها. انا ماضيه في كل شيء في الرياضه. امل صقر هي بطله هذا المقلب، فنانه شهرت في ميدان التمثيل والاشهار، ومن اهم اعمالها السلسله التلفزيونيه زينه الحياه اللي لقت اعجاب الجمهور المغربي. امل صقر قلباتها شوافه، جالسه في دارها في انتظار تجي عندها واحد صاحبتها، وما غاديش تجيب وحده، غادي تجيب لنا اهم عنصر في المقلب اللي هي الضحيه. الضحيه تتموت على المطربه ام كلثوم الله يرحمها، وتنأكد لكم من اليوم ما غاديش تبقى تحملها. روح لي ام كلثوم، خسرتك انت. مرحبا. اهلا اهلا، شو حشتك؟ الله عليك، لاباس عليك؟ الحمد لله، شرفتك. الله يبارك فيك. الحمد لله، على سلامتك. كديرة بخير؟ الحمد لله. كديرة مع الصحة؟ ليلى كلشي بخير؟ مرحبا بيك. كتعاودي؟ لا توحشتك، على سلامتك. مودة انت يا لاباس. سعيدة، اش اخبارك؟ لاباس الله يبارك فيك. كديرة؟ فين سافرت صاحبتي؟ شنو؟ غير مع الوقت. كديرة مع الصحة؟ الحمد لله. كديرة مع الغربة؟ اللهم لك الحمد. الحمد لله. مرحبا بك ليلى. بارك الله فيك. شرفتي البيت. مرحبا. قولي كتعاودي تشربوا قهوة أتاي؟ اللي بغيتي. اللي بغيتو نتوما. لا لا، ولكن تعذب. قولي شنو أتاي؟ خلي كل شوا. اللي كان. اللي كان. قولوا أمر شنو؟ كل شيء موجود الحمد لله. أتاي؟ أتاي؟ ماشي دائما تيقولوا لي راه عندك الصح، وكيجيو كاع الناس كيتصوروا معايا وكلشي، حتى انا كندير راسي ممثله بحال زعما. لا لا لا، غير كنشبه ليها مي بعيده على التلفزيون ملي ندير داك الشيء. باقي عندك مع ام كلثوم؟ كلثوم ويلي على ام كلثوم، والكلثوم راه كنسمعها بالليل وبالنهار. صاحبتي حتى هي عندها مع ام كلثوم، كتموت على ام كلثوم. انا كنموت عليها وكيعجبوني، حتى الناس اللي كيسمعوا لها كيعجبوني. حتى هي كتموت على ام كلثوم. غيكونوا بطبيعه الحال ذواقين. اكيد سيده الطرب، ما كاين ما احسن منها. كاينش ولا عرفتي شنو؟ عرفت كريديتات كي مولف. انا انت كنشوف انا يديك كنعرف مزيانه. شنو صح؟ علاش شفتي شنو؟ تبارك الله عليك، كيفاش كدير لي باقي؟ اري يديك، اري دابا، اري هيا بسم الله. لا 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 لا، ما قلتيش شنو تداري العفيريته؟ لا ولكن راه شحال ما شفتك فاش تناري. حيانا عليك. باش غندير لك مفاجاه حتى نديك. سعود الله يبارك فيك، العفو عليك. تمنى شي زبده. الله يبارك فيك، ان شاء الله مرحبا. بغيتش نخلعك ولكن صعيب. كنت تقولي تلافاتي ليا؟ لا لا لا، ملي سلمت عليك شي حاجه، كاين شي حاجه بيني وبينك. عائشة بن خديجة. ماما تنسى خديجة هيك؟ زوجة وليات، سميتو كتبدا بالميم. مراد. مهدي. مهدي سميتو مهدي. زعما كاين هادشي بصح زعما. انا بلاتي ما تخلعينيش. هما ربعة ديال الخوت. بغيتيني ما نقدر نكمل. انت الخامسة ياك؟ عندك علاقة خاصة مع البحر، كتموتي عليه. صح، ما غير البحر. وبغيتي حداه الدار، وبغيتي تبدلي لي الحديد.
ناري اختي بركه ليا بركه ليا ادخلي ما تخافيش ما تخافيش اري 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 لا رقيه بنت فاطمه قلتي شي حاجه في الدار فراش قلتي الفراش بيت الناس يا اختي الله يرحم الوالدين شوفي دقيقه لا لا بركه عليا صافي الله يعطيك صافي الواحد كيحط لك كل شيء هكذا زعما لا رقيه انا روحانيه بزاف ما تخافيش عائشه هاد الشهر ما معطيش لكاع الناس شنو هادشي اللي عندك هذا هذا ويجا ما توصلنا حيت عندي شي حاجه ضروري نقضيها ومن بعد ترجع طلع ما يمكنش ما يمكنش ترجعي باللور هادشي ما كيرجعش بيه باللور الواحد ثقي بيا عائشه انا ما فيا والو انا بغيت عائشه تبعيني وثقي فيا انت فيك شي حاجه اللي كتجلب واحد الروح قلتو شكون قلتو ام الروح اللي ام قلتو مختارتك انت ركزي معايا شنو اللي ضايلنا يا ولدي يلا نشوف حالنا وين ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش تسناي تمشي اختي كتعجبني كتحمقني ولكن بهذه الطريقه ما فهمت والو قلتهم بغيت تجي لعندك عايشه بغيت دمك رقيه لاش بغيتي دم رقيه لاش مالك تخلقات بغات شي عندك رقيه بغات روحك وغادي تبان لك دابا مايمكنش مايمكنش ريم كتفلا علينا باش ريم هي جايه رقيه لا ديرتي يا صاحبتي ولكن لا تتسناي بسم الله الرحمن الرحيم اش دخلتي جاوبيني عيشه دخلتي ما تخافيش بارك عليا عفوا انا راهي امال صقر شاركتي معنا في كارميرا خفيفه انا عيطت صراحة هاد لها أمل صقر خلعتني بزاف ودارتها بيا ومن تخلعت كسر فشفت أم كنتم قدامي صراحة تخلعت بزاف حيت جيت أنا وصاحبتي باش تشوف صاحبتها اللي هي أمل صقر وأنا في الأول كنقول فين شفتها مي خلوني ما نديرش بالي معها باش ما نعرفهاش وداروها بيا وتبارك الله عليكم أولا بغيت نعتذر من كل الضحيات اللي كانوا شاركوا معنا في هذه الحلقة واللي خلعناهم ولكن هذا كان فقط باش نشحوا البرنامج اللي هو وقيلة هو واليوم راه كانت معكم وقيلة أمل صقر شكرا